دي لوحة اسمها بتعة. اه انت واخد على طول الاسماء ايه؟ اسماء بتبقى ليها اسماء دور. مصرية مصرية. بنرسم احنا لو لاحظت حضرتك برسم بعين واحدة وممكن العين مغمضة، ليها فلسفة في الشغل بتاعنا. فكرتي في العين الواحدة ان كلنا لينا مستقبل ولينا ماضي، الماضي اترسم وشفناه، المستقبل بقى أمنية أنا بتخيلها أو بتمناها في اللوحة دي دي بتعة. انت مسميها حاجة بتعة بتعة. ديك بوشوشها بيقول لها ده يعنيكي راجع بسلامة. يعني انا دلوقتي بتعة دي بتعين منها كتير، لو ممكن طلب منها تطلب بيطلب منها أثر صغير كبير دي بتعمل لوحة بتعة بالراحة على اللوحة. دي حضرتك دي جميلة جمال جدا. فاطمة وشيخ البلد. دي مصري خالص لو جدا. بصيت على حضرتك الباب القديم اللي هو المهبط اللي بيتقفل الباب بوابة. حلوة قوي قوي قوي. لو حد أنا ده انت اللي بتصمم اللوحة التصميمات التصميمات هنا ومعايا هنا الشباب. بعد اذنك يا محمود، اتفضل. احنا هنا الموضوع مختلف. يعني الفنان اللي بيرسم عموما بنروح اي معرض، الفنان هو اللي بيرسم فكرته وبيحولها لتنفيذ، انت بتصمم والفريق ومعايا اللي معاك الفريق ينفذ. بينفذ. ممكن نعمل اكتر من قطعة، وممكن اسيبه هو براحته يبني فكرة جديدة او يحط الوان اللي هو عايزها. يعني تسيب له مرة البراح اعمل له ده بلتة، بتاع مرة اعمل له بلتة الابداع. يشتغل عليها، ومرة يشتغل براحته. طيب اللي بعدها مين؟ دي حضرتك العمدة. يعني احيى القصة ان اي عمار اللي انت شايفه الوان مبهجة اساسها راجل وست، الحياة ادم وحواء. جميل. هنا حضرتك آدم وحواء، ودي برضو فكرة دي العين الواحدة. العين الواحدة. ما هي الفكرة بقول لك ان هي الفلسفة بتاعت طيب الليش. لف كده بقى، ايه نتفرج على اللوحات. نتفرج على اللوحات اللي هنا ايه؟ برضه نفس الكلام. هنا هنا بقى دي حضرتك دمج ما بين الزخارف، ما فيها بيوت وفيها زخارف اسلاميه. اطلعها لكم. هنا عندك البيوت التراثيه مع الزخرفه السيناوي مع مين اللي الزخرفه موقع السيناوي. هنا؟ محمود. دي محمود شغلي. ده شغلك. بص حضرتك، وبيبقى في نسخه اصليه وانا بقعد اكرر منها، بس جميل. التصميم بقى النسخه الاصليه دي اكيد بتبقى اغلى، بالظبط. صح ولا ايه؟ بالظبط. وادي لوحه اخرى دي مولويه. مفيش حد موقع عليها، فدي نسخه مش اصليه، مش كده؟ صح، عرفت بقى خلاص. طيب دي لوحات، يعني نقدر نقول ايه، يعني سعرها اي حد ممكن هو فعلا يقتنيها، يقتني، هيبقى عنده قطعه جميله كده ويعمل قصة على الحيطة، ما يبقاش لوحة واحدة، ممكن يعمل مجموعة بالظبط كده. يحكي قصة كده. دي بكام بقى بتتباع؟ دي 150. ب 150. رسم برضه ألوان زيت كلها. ده بقى هتريس، دي فؤادة مع الميكس بتاعها أهو. بص حضرتك فين بقى دي مع دي؟ ده عارف هتريس وفؤادة، حلو قوي قوي، اللي هو شادية وشيء من الخوف. جميل. زي كده. جميل. في الكلور المصري. في الكلور. جميل. ودي مع دي؟ ودي دي. حلوه اللعبه دي، انا حبيت عرفتها ازاي بقى؟ الخلفيه بتبقى واحده. الخلفيه. عرفتها بالخلفيه طبعا. خلفيه. وفي مزج في الالوان ما بين اللوحتين. هي بت دي لعبه حلوه قوي. اللي هي بتخبز في البيت. لعبه جميله جدا. اننا ايه؟ قدام كده ما حدش عارف الخبيث. يبقى ناخد كمان شويه نقعد على الطبليه كده، نقعد نشوف القصه. نحط الحاجات جنب بعض. طب ما تيجي نعمل كده. ممكن نعمل قصة ولد جنب كده حاجة سلي صيامنا. احنا دي مع دي دي تمشي؟ بص احنا لو عملنا ممكن نعمل الشخصيتين وهم بقى هيركبوا وهم لسه صغار. ايوه ده هو انه مثلا كده ماشي حضرتك. وممكن نرسم دي مع دي. نرسم ان هم هي طبعا الالوان دي مش فيش دمج بينها قوي، بس ممكن نكمل. ممكن دي تتحط. دي رقصه نوبي بيبقوا الشباب واقف كده اسمها الرب، وده نوع من انواع الاحتفال بالفرح. حلو قوي. وممكن نقول هي كده نوع. ودي كده ممكن نحطها هنا تظهر جمالها. هم هنا تحت يعني خلاص اتجوزوا تحت النخل 5 سنين. جميله مواصله. جميله. هات دي حكايات. احنا بنعمل كده ايه؟ حكايه. بالظبط. قصة. بدأت هي قصة بقى كبيرة. تخش حياة البيت، تبدأ تخبز، تبدأ خد يا تعمل. وبعدين دي عشان بقى لوح. وبعدين دي عشان مشقة الرحلة. رحلة وبرده خير. ودي عشان الأكل. ده نوع بابور النحاس. البابور. بابور النحاس. في برج حمام، في زير، دي الحاجات بقى اللي استخدمها في البيت. في بقى الحفرة على الخشب. ده الحفرة على الخشب بقى اللي هو من غير تلوين. بص بقى حضرتك برضه فكرة إن هما نعس أو هريدي. دول كده على شخصيتين. وكده لما بيتخاصموا بقى معلش قلنا ما ربنا ما يجيبش الصمت بقى محمود.
ربنا ما جابش خساره. ليه ده توظيف حصان ده من سيل فاني كده. وده تصميم لكوستر قطعة ده. ممكن جميل. تبقى كوستر للشاي وممكن تستخدم كموتيفة واحدة في تأسيس بلاد. دي حاجة ايه مصري 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 يعني عشان تحس ان احنا ايه في بلد. انت صدرت فعلا بالفعل طلعت بره مصر اكتر من مرة. رحنا البحرين ووديت شغلي في برضو الكويت وده بوسطن وعملاء من خلال الاونلاين او المعارض. ربنا يكرمك ربنا يوفقك ورمضان وده كله راجع برضو للفريق. انا عايز الفريق بجد حلو روح الجماعه تبقى فريق قوي اكتر يعني هم اساس ويبقوا اكتر بدل ما هم 30 35 بجد نفسي يبقوا 100 عشان نشتغل يبقوا متوازيين بقى عندك ألف. عندك مؤسسه كبيره فيها 1000 حد فيها 1000 باب رزق شغال كل دي ابواب رزق جميله.